هشام ابو شروان. أول شيء يعني كنشكر الناس ديال أمل قلعة صرنا على الحضور ديالهم اليوم، وهذا كيدخل في إطار الشراكات مع الفرق اللي موجودة يعني في أنحاء المغرب، شراكة اللي غتعطينا يعني إن شاء الله غنفعلوها يعني في أقرب وقت، وما يمكنش نتأخروا على مثل هذه الشراكات. عطونا لاعبين ان شاء الله في المستوى الجيد غادي يستافدوا منهم، الشراكه اللي غادي تكون في مجال التكوين خصوصا اللاعبين الصغار السن، لانه الرجاء يعني دائما كانت متفاتحه على هذه المبادرات. بالنسبه للفريق السريني يعني عطى مجموعه من اللاعبين بهذه المناسبه، يعني كنحاولوا اننا نقلبوا على مثل هذه المبادرات ومثل هذه الفرق هذه اللي كتكون لاعبين في مستوى جيد، فان شاء الله نشوفوا مبادرات اخرى على المستوى القريب. فالحمد لله يعني العمل اللي كتقوم به يعني كيقوم به نادي الرجاء يعني عمل جبار على جميع المستويات من الفريق الاول حتى الاكاديمي في النادي، فان شاء الله نتمنى حنايا نفاتح على جميع الفرق وعلى جميع الجمعيات اللي عنده خصوصا في مجال التكوين، فاللي عنده لاعبين في مستوى كبير وبغير ينضم لنادي الرجاء فاحنا الباب مفتوح، مفتوح لجميع اللاعبين صغار السن واللي عندهم مستوى جيد، فهذا هو الدور ديالنا حنايا باش نعطيو لاعبين في مستوى جيد على المستوى القاري ان شاء الله. بطبيعة الحال نادي الرجاء العالمي راه غني عن التعريف بالألقاب ديالو بالجلالات وبرجاء الشعب، رجاء المغرب كله لقى في بطن بويرة لطنجة تسوقها الناس الرجاويين، وأنا العبد ربي سنة رجاهم بدرجة كبيرة، هذا فخر لي أنا تحتضن من هذا الفريق هذا، وتنشكر هذا النادي هذا اللي كيشوف شوف جهة هذه الفرق اللي تتبقى، هذا شرف وهذا هو نادي الرجاء نادي الشعب. بالنسبة لكم شنو كتمثل لكم يعني الشراكة هذه اليوم؟ يعني واش يعني غادي تكون شراكة يعني من ناحية ديال الشراكات يعني مع اللاعبين تعطيو اللاعبين للنادي؟ نعم الشراكة مفهومة فيها شراكة تعاون في المجال التقني الرياضي، يعني تبادل الموهبات، نعطيهم المواهب يسكنوا عندهم في النادي في الملحمات المعلمة الكبيرة، يجوا وليداتنا يزيدوا يطوروا الأسلوب الكروي ديالهم، وهذا شيء جميل بالنسبة لنا احنا كسراغينا.